قدوميها حسبيغا معارض كي وضنيو قبل كا تقدير أحمد أفيري أي مناسبة بلادان أقبطي بديبا هقانكا حقياشا يقرب بدك لدوان إيو دوان بقعابي قدوميها حسبيغا معارض كي وضني مدني حرسي علي حاجعزن كولان كانو كقبصو مي هوتيل كا نيو برعو إميقالدة برعو أي وحا كسو قيب قلي بديبا مسؤولين تكردوان يحسبيغا لو مقعابي وحانا وكولان كاني كسابسانا سيدي اي سوبرين لهايين اسلامار كانا او دشاقين لهايين مسؤولين تي هوري اي مسؤولين تعصوب يحسبيغا معاردك وضاني اي قبل كاتوغدير وحانا وغورين باهل كاسي كادلي اسلامار كانا فافاهين كبحيي كولان كاني سوكو جرا عاش شرفت اي اسبرشادا قدوميها حسبيغا معاردك وضاني قبل كاتوغدير احمد افيري اسوغونا فافاهين كبحيي كولان كاني او قبطي مسؤولين تكره دواني حسبك معاردك وضاني دي واحد اللي نبوده بريحة مقع عبس دي واي بضط دي انا واحد وكلا قروينا كوي قرق كوي قبل كوي دقمدة كوي لاليارادة وانو كلا قروي كوي قرن كونا ميل كلام مالها دي حرون توبة كسوة اتارانو ينا او دي انا واحد دي انا قد دي في منتو مانتو وانو شرناي واحد تسكوتا شرناي دادك موحي شقدي ندعنا شقوا ضلينا الله سوي حياة الناس شقوا ضلهاين واحد إنه شقوا ضلينا إنه كل المصابين سي إنه يسوق قرنه أو ده شقدي إنه وإنه بلا مساء مركب أرض واحد كلن كيلو كواد وحي وين إنه سبرنا كلن كيلو كواد وبرشة ونعكسن قف والله بدي تهتل خايف بس كفر ده شق هل شقين وضلينا قبل كتقدر واحد نقول له هاي أفر غيبة بينه لا بجرب يمامو القبل يبابل تقول هير بالغو قرء ولا هاي سكده حركة ماشان وسهم أبو فرده وين أثرتي كشقيس تنا وين خوا شقينا وين وضلنا ال وحلقو شقيا نقالا حزب كم هو وحلقو شقيا نقالا رياك مركز حزب اللي هو يترقى رأيك على وش غيره؟ إما كمان واحد كرة، قديو، هاي روبه مجال كتيرة، ودت كذي قديو ده ها، هول كسرعي، وجواردي كبحية، وقرشي كبحية، ويجوا يسحل قامة، أو ضيع لدة، هل كنا عا واحد نسوقني به؟ إن نسمع وش برانه، إسمع تهتل برانه، هل جروبنا نقوله؟ واحد ندل لقصنا نقدونا قديو. جروب أي ده نقول ده الناس قدر لما هو ذقبته قالوا والله بيلبي ده كمان ده إن شاء الله بإذن الله كريم أما كان كلام نسينا ده لا رضوا من حينا إحنا نسينا روح اسمه كذا وطني لو وطني باه وهل وطنيه وحقيقنا هل كاسي هذا الكيس كتبقى تيقار كم إذا مسؤولين تكل الدنيا قبل كتقدره حسب كم عارض كوطني يجون سود ويجي كلن كان إسبرشاد يسوق شراء الشرف تا ee uu qabtay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer Axmed Afyare waxana hadaladoodii kamid ahaa ee waa waajib wax waajiba maadaama oo xisbigi xubno cusub lagu soo daray een in la isbarto oo masuuliyadda xisbiga iyo dadka cusub iyo dadkii hore u shaqeynay ay isbartaan waa waajiba waxaanu hadalkani wuxuu daaran yahay uu isbarasho een isbarashadana waxa meesha taala hawl intaynu habruudaag baynu lahayo dhamaan tii horta caawal waxa laga bilaabaa habruudaag baynu lahayn waxaanu habruudaag ku lahayn horta xisbiga wadani marka hore marrabaad waxaanu kala habruudaag ku lahayo aynu ka siman lahayn burco oo dareer burcaynu lahayo gobolkii Togdheer baynu lahayn een marrabaad waxa waynu ku hadana mar saddexaad waxaanu habruudaag kala ku noqonayna mas'uuliyadda la ila saaray gobolka Togdheer Soomaalidu dow iska faan jacayshada gudoomiyaha kuxigeenka koobaadna wax uga bu yartaabtay een anigu waxaan ahay gudoomiyaha arab bari horta markii hore mar labaadka waxaan ahay kelgi arab ninkii xisbiga ugu soo horeeyay soo gala waxa weeyaan masuubada dalka ku habsatay hadafkeenu waxa weeyaan masuubada dalka ku habsatay inaan ka duqaadno insha Allah tiimkayga hore wada shaqeynay waxaanu ku wada joognay waxa ay een niyad samiyo calool sami marka insha Allah idin kana waxaan idin kula dardaarmaya inaynu shaqadana xoojino إن شاء الله قف كستانا عدي وحتواش تمادنا حفيز كسلاح مشيقي يعني لغوصي موعد كستاش غدي دا إن شاء الله وحقولا نوسو تشدري وحوية تعد كستابد دقامي كتمي إنه نفرين تانا مقالة دا قارسينو
deegaamadeena warbixinteedii oo dhameystiran subax kasta in wadaagno doomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka soo agaasmay xafladan caawinayna halkan isku barano wax la aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan kala mahadcelinayaa dhamaan mas'uuliyiinta xisbiga wadane ee gobolka Togdheer ee caawa halkan isku yimi magacow deel soo magacaabin mooyaanada dumarkan marwooyinkan wax weeyaan marwooyinkii horeba u joogay xisbiga shaqaynayay shaqadun baan u leenahay si laba laaba midna muu sheegina wuuna sheelay annaga is sheegaynay kaadirintii xisbigaanuna annagu soo dhimatay hadda la isbaranayaa maxay haytay barasho wanaagsan horta barashadiidii qof walba teatarkiisa iyo magaciisa horaa loo soo sheegay barashadeenna caawa kolay intaa waa loo baahanayaa axmed baa gartay intaynu kala weyn garan weynay gudoomiyahan oo nagu hambalyeynayna waa kulan isbarasho ah iyo dardargelin xisbiga howlaha dee xisbiga maalmihii adkaa ayuunbaa inoo soo socda bishii ugu dambeysay baynu ku jirnaa aynu farteena ku ciil baxaynay haddaynu farteena hore u eedna imikaynu farteena ku ciil baxaynaay qof kastooba ha seexan meel ka wada duula isku meel ka wada tirsan maamul khaliya wada leh marka laga yimaado garabyada hal maamulo bay leenahay waa maamulka gobolka ugu sarreeyo axmed afire aynu dhammaanteenba markay garabyada kale laga yimaadno aynu hoos tagno waxaa imika inoo diyaara way imika imta halka aynu ku wada fadhino waxaa imika jirtaa imika halka waan wada fadhinaa laakiin ma dhacayso dib ma dhaci karto inaynu saas ku soo hor fadhiisano xisbigan isweydiin mayno kan iyo maalintii uu xisbigu urur ahaa iyo maanta inta ka dhexle hawl inteenaa fadhiday iyo in kaloo maqanba hawl wacan baynu ku soo qabannay waynu ka dhex muuqannay iminkana waynu dhammaystiraynaa insha allah aniga horta waxay ii bixiyeen reer kulmiye wasiirka wareega wadani galabtii anigoo aan babaxaya oo u baxaya cali xuseen ayaan dhacdo gacantaasaan ka jaba galabtii markaan isu soo gabay galab labaadtii inta halkaa ku qaatay ayaan cali xuseen dhex maraay soo maydaan garanin markaa waxa weeye ha la guntado fadhiga ha laga kaco hawl badan bay noo taalla falilaahi alxamdu waxyaalahan aadka ugu soo arkay waxaa ka mid a oo aanu ku soo aragnay dhowaanna aynu sii dayn doonno iyadoo barnaamijka sawiradeedana gruubada ku aragteen in dadku ay isbeddelka u heelan yihiin inay u baahan yihiin keliya inaynu inagu u tagno inaynu inagu wax ka dhaadhicino deegaan walba degmo walba degmada koowaad aanu ka bilownay faqaayuu bay ahayd 2000 codood ku dhow baa yaalla 9 qof baa kulmiya ka helay oo na rabshay si rabshad loo soo diray 9 qof degmadii dhammayd 9kii qofna falilaahi alxamdu xafiiskaanu ka diiwaan gelinay isla galabtii aanu tagnayba ayaan le cabdulaahi c b a t v burco